اكيد معناها سي عبد الله اللي الوصله الثانيه غادي تكون في المعلمه، في المعلمه مدينه معروف خصيصا في مدينه مكناس سي ياسير، ما موجودش مثلا في سلا او لا، معروف في مدينه مكناس واشتغل عليه هذا جين الموسيقى و سي عبد الله يعني مشيتي الفن اللي هو نسوي كيتعرف البيوتات ديال الاسر المكناسيه وتتعرف المناسبات الدينيه واشتغلتي عليه يعني بشكل جديد. هربتي من حماتشة مشيتي للفن المعلمة. سألني العديد من الباحثين كانت يعني توصلت منهم بعثابات. نعم. قالوا لماذا تنقب في كنوز الشرق ولا تنقب في كنوز المغرب؟ صحيح. فالتجربة الأولى في برنامج هذا الألحان كما تتذكرون قدمنا يعني وصلتين غنائيتين في مقام الرست ومقام نهاوند ولهما صبغة شرقية. ثم حينما توصلت بهذه المؤاخذة فكرت في التنقيب في التراث المغربي. حدث فيك رجة يعني في التراث المغربي، وبما انني اسكن مدينه مكناس بدات بمدينتي. بارك الله عليك. طيب على العموم احنا عندنا تراث غني وجميل ومفروض اننا نشتغلوا به، احنا كمغاربه مفروض احنا نشدوه بيدينا، ما نتسناوش شيء. اجانب مرحبا بهم، لكن احنا مفروض اننا نشتغلوا بماده خام متوفره عندنا في المغرب. ونخلي الساده المشاهدين، طولنا عليكم الليله، نخليكم مره اخرى مع الفنان عبد الله المخطوبي ووصلة من فن المعلمة لكن بشكل جديد اكتشفوه معنا جميعا. ومعي بذلك شاهد.